بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعمل يا شباب شير للسكرين. طيب شابتر 1 يا اخوة اعزاء بتكلم عن الميجرمنتس. صراحة الميجرمنتس تتكون من تو بارتس، من يعني انت لما بتقول انه اللينكث بيساوي مثلا 14 متر، الفورتين هذه بتمثل اللي هو الماجنيتيود تاعك، الماجنيتيود بتمثل القيمة، والميتر هاي بتمثل اليونت، واللينكث هذه الكوانتيتي، يعني هذه يعني فيزيكال كوانتيتي، كمية فيزيائية لها ماجنيتيود لها يونت. الماجنيتيود عادة هو الرقم، يعني قلت 14 متر فال14 هي الماجنيتيود، قلت 50 متر فال50 هي الماجنيتيود. طب والمتر؟ المتر قلنا اليونت اللي هي الوحدة. في حد فيكم يا شباب عنده فكرة ايش هي الوحدة؟ يعني كلمة يونت ايش بتعني؟ طريقة لقياس العدد الموجود، هي مرتبطة بالقياس صح، بس هي مش طريقة. يا شباب ادلي بدلوك، شوف اعطي اللي عندك وحدة قياس تعتبر عشان تميز بين الاشياء. طيب انا اقول لكم شغله، هي نيمز، هي اسماء، كويس، كمز افتر ماجنيتيود، بتيجي بعد الماجنيتيود، هاي انا شايفها اليونت جايه بعد الماجنيتيود. طيب وبعدين هي أسماء جاية بعد الماجنيتود. طيب شو الهدف منها؟ عشان تعمل المعنى واضح، يعني عشان تخلي المعنى كلير. يعني أنت لو قلت اللينكث بيساوي، طلع أنت لو قلت اللينكث بيساوي 14 ووقفت، ترى في متر، في فيت، في إنش، في سنتي، في كيلومتر، في ميل، أو إذا بدك عايز تحكيها American accent mile، ايش عايز انت؟ ترى هذه اللي انا حطيتهم، الستة اللي انا حطيتهم هذول من بحر، وفي الديسيمتر، وفي المايكرومتر، وفي وفي الهكتومتر، وفي الميجامتر والجيجامتر، عالم من اليونتس. اذا هي اسماء بتيجي بعد الماجنيتيودز، والهدف منها علشان تعطي ايش؟ علشان تعطي clear meaning، علشان تعمل معنى واضح، عشان تعمل specific إيش؟ specific meaning للmeasurements، عشان تعمل معنى واضح ومحدد للmeasurements. طيب جميل جدا، إذا units هي names comes after magnitude to give clear أو to give specific meaning of إيش؟ of measurement. طيب في عندي صراحة يا إخوة أعزاء، في عندي كذا سيستم في عندي كذا سيستم اليونتس، أشهرها اللي هو إيش؟ الإس آي يونت، اللي هو إنترناشونال سيستم أوف يونت، يعني اليو جاية من يونت، والآي جاية من إنترناشونال، والإس جاية من سيستم. طيب وصراحة أنا عندي الكميات الرئيسية اللي هي اللينكث والماس والتايم، هو صراحة الكميات الأساسية عددها سبعة، فيكم تزيدوا عليهن التمبرشر اللي هي درجة الحرارة، وفيكم تزيدوا عليهم الإلكتريك كارنت، وفيكم تزيدوا عليهم اللي هو amount of substance كمية المادة، وفيكم تزيدوا عليهم اللي هي ايش؟ ليمونس انتنسيتي. طبعا اللينكث احنا عارفينه وحدته المتر، والماس وعارفينه وحدته كيلوغرام، هذا اس اي يونت، والتايم عارفينه وحدته سكند، والتمبرشر عارفينه وحدته كلفن، والالكتريك كارنت عارفينه وحدته امبير، والاماونت اوف سبستنس عارفينه وحدته مول، كويس، والليمنس انتنسيتي عارفينها وحدتها كاندلا. طيب
هذه خاصه بالجماعه تعين الاوبتكس، هذه خاصه بالجماعه تعين الكيمستري. كويس. ف هذه خاصه بالجماعه تاعت الالكتريسيتي، وهذه خاصه بالجماعه اللي بيدرسوا الثيرموديناميك، سواء كانوا بتروليوم انجينيرنج. كويس. سواء كانوا بتروليوم انجينيرنج ولا كيميكال انجينيرنج ولا ميكانيكال انجينيرنج، صراحه في عندهم مواد الثيرموديناميك والهيت، وبيسمعوا في التمبريشر. طيب وبالنسبه لللينث والماس والتايم، هذه خاصه بالميكانيك. اذا احنا كناس ندرس فيزيكس 101 اللي هي تعتبر ماده ميكانيكس، عندنا اللينث وعندنا الماس وعندنا التايم، هنهتم ان شاء الله في دراستهم. وفي عندنا اللي هو التشينجينج يونتس، اللي هو التحويل ما بين هذه اليونتس. طيب بقول لك هو انه البيسك يونتس اللي هي اللينث والماس والتايم، زي ما هم عددهم سبعه، لكن دول الثلاثه هم اللي احنا بنهتم فيهم. وين هم اللي احنا بنهتم فيهم في الفيزيكس 101. طيب وفي عندنا التشينجينج يونت وعندنا السيجنيفيكانت فيجرز، احنا ان شاء الله حندرس هاي الاشياء. نبدا باليونتس، نتعرف على البيسك يونتس، التشينجينج يونتس وسيجنيفيكانت فيجرز. سيجنيفيكانت فيجرز معناها الارقام المعنويه. كلمه سيجنيفيكانت فيجرز بتعني ايش؟ يعني الارقام المعنويه. كويس. طيب خلينا يا شباب، طبعا هذا هون تعريف لللورد كلفن. اللورد كلفن هذا اللي على اسمه اليونت تاعت التمبريشر. بقول لك when you can measure what you are about and can express it in numbers you know something about it. About when you cannot express it in number, your knowledge is of major and unsatisfactory kind. يعني قول إنه أنت لما بتقيس الإشي اللي بتحكي عنه بإمكانك تعبر عنه بأرقام، وبعدين بصير بإمكانك تعرف something about it. بعدين بصير يعني بإمكانك تعرف يعني حوله. يعني أنا زي لما أقول إنه والله ذي العمارة طولها 22 متر وعرضها 15 متر وارتفاعها 62 متر، يعني انا لما بقول اللينث والويدث والهايت الها، يعني انا بصير اتصور يعني هاي العماره في النهايه. انا لما بصير اعرف المعلومات هاي بقدر اتصور هي طويله قصيره كم دور. يعني واحد بيقول انه ارتفاع العماره 52 طلع 10، واحد بيقول انه ارتفاع احد البنايات 52 متر. في رأيك هذه البناية كم دور؟ شباب لازم نحسب الدور الواحد كم؟ الدور الواحد 3 متر. تعال على بيتكم شو قيس ارتفاع البناية، كم ارتفاع الغرفة في بيتكم؟ 280 سنتي، وحط 20 سنتي الصبة بين الدور والدور، بيطلع ارتفاع الدور كله 300 سنتي. 300 سنتي يعني كم؟ 3 متر. 52 تقريبا 17 دور. ايوه صح كده، هذه 17 دور متر صب. 17 دور. هتقول لي طب ما في ال 52 هذه 51 زائد 1، الواحد هذه اللي هي تحت السطح اللي هي الارتفاع حق سور السطح. انت تعرفوا السطح احنا يعني نعمل الارتفاع شوي كمان زياده عن حفه السطح علشان اذا العيال طلعوا او هذا ما يقعوش. فعندي 51 على 3 هذا 17 دور، فهذه العماره 17 دور. اذا انا لما عرفت ارتفاع البنايه قدرت اتصور كم دور. لكن لو واحد قال لي يا اخي والله ترى احنا ارتفاع بيتنا 10 متر، انا يعني على طول بقول ترى كل 3 متر دور، يعني هذول بيتهم ثلاث أدوار وعندك واحد متر سطح، يعني هذا البيت 3 × 3 كويس وسطح، يعني هذا بيتهم ثلاث أو عمارتهم 3 أدوار، لأنه 10 متر هذا ارتفاع البناية. طيب فاللورد كلفن بقول إنك بإمكانك تصير يعني لما تعرف النمبر تقيس تعرف نمبر، وبعدين هذا النمبر بيصير يعني عندك تصور عنه. بس وفي اشياء ممكن ما تعبرش عنها بالنمبر، لكن صراحه اذا يعني ما فيش ارقام
بيكون هذا مش دقيق ومش واضح، او هذا اللي كان بيرغب هذا الرجل انه يقوده. طيب المجر منت تعريفها هي عبارة عن determination of the size or magnitude of something، إن نحدد حجم شيء أو قيمته، هذا معنى المجرمين. يعني أنت لما بتقيس تقول هاي المسافة اللي بين النقطة A والنقطة B، صراحة يعني المسافة اللي جاية بين النقطتين A و B، أنت كنت بتفي هاي الحالة قاعد بتشوف السايز between them، بتشوف size أو distance between them. فالميجرمنت هي عبارة عن إيش؟ الميجرمنت بقول لك هي عبارة عن إيش؟ هي عبارة عن اللي هي زي ما قلنا إن إيش؟ إن نحدد الحجم أو قيمة شيء. طيب فأي كم، شوفوا يا أخوان، إحنا في عنا الفيزيكال كوانتيتيز، كميات في الفيزياء ممكن تنقسم لقسمين رئيسيات، قسم اللي هو الفيز الفاندمنتال وقسم الدرايف. الكميات الرئيسية اللي إحنا قبل شوي سميناهم اللي هو قلنا اللينث والماس والتايم، احنا قلنا انهم اصلا فعليا مش ثلاثة، هم فعليا سبعة. طيب اي اشي غير السبعة ذول، اي اشي غير السبعة شو بتعتبره؟ بتعتبره من مين؟ بتعتبره من الدرايف، يعني زي الاريا. الاريا يا شباب ايش تعتبر؟ فانديمنتال كوانتيتي ولا درايفد؟ Derived quantity. تعتبر derived quantity. أي يا شباب؟ طيب ليه derived؟ لأنها مش واحد من السبع كميات. معي؟ مش واحد من السبع كميات. الكميات السبعة اللي هم قلنا عنهم الماس واللينث والتايم والتمبرشر والإلكتريك كارنت والكوانتيتي والسبستانس وال amount of substance وال luminous اللي يشده الإضاءة. صراحة الأريا، علشان كده أنت لازم تروح تشوف لي الأريا شو بتساوي. الأريا بتساوي أي قانون من قوانين الأريا. الأريا بتساوي length ضرب مين؟ width. علشان كده unit الأريا هي length ضرب length، يعني الاريا شو تساوي؟ length تربيع. علشان كده يا شباب لما بنحط unit الاريا شو بنكتبها؟ متر تربيع، صح؟ بلاش، تحبوا ناخذ قانون ثاني للاريا؟ شو رايكم ناخذ قانون الاريا تاع الدائرة اللي هو باي ار سكوير. علشان كده يا شباب اليونت تاعت الاريا شو هي؟ انسوا الباي، الباي هذا رقم ملوش يونت، ملوش يعني وحدة. الار متر تربيع، صح؟ نعم تفضل اللي سأل يا شباب. اخواني متر سكوير تفضل يا صديقي اسأل، أنا بتسأل أنت مشكلتك وأنا بتكلم تسأل، تفضل. طيب يا أخوان، إحنا قلنا إنه الأريا تاعت الدائرة الباي في الأر تربيع، فيونت الأريا اللي هي إيش؟ الباي مالهاش يونت، والأر اللي هي لينكس تربيع، ايوه يعني اللينكس تربيع. عشان هيك شو اليونت تاعت شو اليونت تاعت الاريا؟ هي لينكس تربيع، يعني بتصير متر تربيع. طيب بلاش،
الدنسيتي شو اليونت، شو اليونت حقتها او الدايمنشن حقتها. صراحه الدنسيتي اللي هي الكثافه، في حدا بيعرف يا شباب شو القانون حق الدنسيتي؟ كتله على حجم، الماس على فوليوم، على الفوليوم، على الفوليوم. انا اخذ نعم، ممكن مثلا زي الفوليوم اللي هي زي دي الحجم، يعني تقولها بالعربي لان كثير البعض يسال بالشات وما يكون واضحه الصوره معه. طيب قلنا انه الدنسيتي اللي هي الكثافه يا شباب بتساوي الماس اللي هي الكتله، الكتله مقسومه على الفوليوم، مقسومة على الفوليوم. طيب الفوليوم يعني الحجم. طيب اليونت حق الدنسيتي هتساوي يونت الفول الماس، الماس اللي هو كيلوغرام على الفوليوم متر مكعب. او في ناس شو بحب يحطها، في ناس بحب يحطها بدلالة الرموز، الماس اللي هي ام والكيلو والمتر مكعب او اللينث اللي هو ال تكعيب، يعني هذه ام ال قوه سالب 3. يعني في ناس يحب يحط كده وفي ناس يحب يحط الوحدات دايركتلي، كيلو جرام على متر مكعب. علشان يا شباب بس انا قبل هذا الفوليوم كيف اعرف وحدته؟ يعني انا هنا كتبت على طول متر مكعب، كيف اعرف وحده كيف اعرف يا شباب الوحده حقت الفوليوم؟ الفوليوم اللي هو ايش؟ اللي هو لينث ضرب ويدث ضرب هاي، اللينث بالمتر والويدث بالمتر والهايت بالمتر، ففي الاخير بيطلع الفوليوم شو حده؟ متر مكعب. بالنسبه للدنسيتي هي بالايش؟ بالكيلو بالماس، قصدي بالكيلوغرام، فبيطلع هذا كيلوغرام على متر مكعب. اذا الدنسيتي وحدتها كيلوغرام على متر مكعب. اذا يا شباب الاريا اللي هي المساحه يعني، الدنسيتي اللي هي يعني الكثافة، الفوليوم اللي هو يعني الحجم، الفيلوسيتي اللي هي يعني السرعة، الفورس اللي هي يعني القوة، الويت اللي يعني الوزن، الاكسلريشن اللي هو يعني التسارع، غيره شو رأيكم؟ الانيرجي اللي هي يعني الطاقة، وكثير من الكميات كلها تعتبر ايش؟ كلها تعتبر اللي هي derived quantities، كلها تعتبر derived quantities. هذا يا اخوان بالنسبه للكميات. اليونتس قلنا اللي هي النيمز اللي come after value of measurement او after magnitude of measurement عشان تعطي specific meaning او ايش؟ او كلير مينينج للميجرمنت. طيب قلنا يا شباب انه زي ما في الكوانتيتيز في منها فاندمنتال ودرايفد، ترى حتى اليونت في منها فاندمنتال وفي منها درايفد. يعني لما تكون اليونتس يا شباب، لما تكون الكوانتيتيز فاندمنتال، شو بدها تكون اليونت فاندمنتال. كلمة فاندمنتال يا شباب معناها ايش؟ اذا الكوانتيتيز زي ما قلنا يا شباب فاندمنتال اللي معناها ايش؟ اساسية. فاندمنتال كوانتيتيز كميات اساسية، وديرايفد كوانتيتيز كميات مشتقة. كلمة ديرايفد ايش معناها؟ مشتقة. ليه سموها مشتقة؟ لأنه زي ما أنت شايف، يعني أنت بتيجي بتقول لي الدنسيتي بتساوي الماس على الفوليوم. طيب يعني وحدة الدنسيتي هي وحدة الماس اللي هي كيلوغرام على وحدة الفوليوم اللي هي متر مكعب. لاحظ أنه أنت عشان تطلع اليونت تاعت الدنسيتي استخدمت إيش؟ استخدمت طريقة الديريفيشن، يعني اشتقيتها اشتقاق، يعني طلعتها بكيف؟ طلعتها بالاشتقاق. طبعا هنا مش اشتقاق يعني اللي هو
تفاضل يعني، لا لا هنا باشتقاق يعني طلع يعني اشتقيتها من المعادلة، طلعتها من المعادلة. أما هذه fundamental هذه يعني as is. كيف يعني as is؟ يعني هذه الماس، شوفوا الماس هذه بالكيلوغرام، اللينكس هذا بالميتر، التايم بالسكند، التمبريشر بالكلفن. هذه أشياء خلاص هتأخذها بهذا الشكل وفيش مجال للكلام، يعني لازم تأخذها زي ما أنت شايفها. فهذه سموها fundamental يعني أساسية، وهذه سموها derived يعني مشتقة. على كل، لما تكون الكميات أساسية fundamental quantities شو بتكون اليونت حقتها؟ بتكون اليونت حقتها fundamental unit. ولما تكون طلعوا derived quantities شو بتكون اليونت حقتها؟ derived units. يعني الderived quantities عندها derived unit، والfundamental quantities عندها fundamental units. هذا بالنسبة يا شباب لأنواع اليونت. طيب صراحة في عندي أنواع كثيرة من سيستم القياسات. في عنا الفرنسي اللي هو السي جي اس، وفي عنا الأمريكي هذا اللي هو ال أو بسموه الإنجليزي هذا اللي هو ال إف بي إس، وفي عنا هذا الإس آي يونت اللي إحنا بنسميه إم كي إس، هذا هو أو بسموه إس آي يونت. طبعاً سي هذه الفرنسيين، الجماعة الفرنسيين بيقيسوا اللينكس بالسنتيمتر، وبيقيسوا الماس بالجرام، وبيقيسوا التايم بالسكند. علشان كده السيستم الفرنسي شو بيسموه؟ بيسموه سي جي اس. السيستم الامريكي او السيستم البريطاني بيسموه الاف بي اس. ايوه، وهذا السيستم صراحة شغال. الاف يعني اللي هي وحدة وحدة اللي هو الفيت او الفوت، والبي اللي هو الباوند، والاس اللي هي سكند، وفي عندنا اخر شيء اللي هو الاس اي يونت اللي هو هذا النظام العالمي. يعني هنا في المملكه شغالين على النظام العالمي، الجماعه في اليابان شغالين على النظام العالمي، في مصر على النظام العالمي، الأردن عن نظام العالم. يعني أغلب دول العالم، دول العالم تقريبا 200 دولة، فيهم حول 170 دولة شغالين على النظام العالم. النظام العالمي بيتعامل مع المتر والكيلوغرام والسكن. كويس، النظام العالمي شغال على اللي احنا بنسميه السيستم الاس اي يونت. طيب الاس اي يونت احنا قلنا انه عندنا ثلاثه كميات. ايش هم الكميات الثلاثه؟ عندنا قلنا اللينكس والماس والتايم. قلنا انه اللينكس بالمتر والماس بالكيلوغرام والتايم بالسكند. شباب في حدا بيقدر يعرف لي، في حدا بيقدر يعرف لي ايش هو الميتر؟ وحدة الطول. وحدة الطول رمز يعبر عن وحدة الطول. والطول هو صحيح الميتر هي اليونت بتاعت الطول، بس ترى في كثير اشياء ثانيه وحدات طول. في طريقتين لتعريف الميتر. في ناس بيعرفوه باستخدام سرعة الضوء وهذا التعريف اللي موجود عندكم، وفي ناس بيستخدموا التعريف التاريخي للميتر. صراحة الميتر هو عبارة عن أول إشي الناس اللي من إذا في أحد منكم مشي لندن، أو إذا مستقبلا أنت مشيت لندن ورحتها سياحة أو رحتها يعني شاف علي في عمل أو رحتها. أنا مشيت لندن في مؤتمر علمي فشفت الميتر هذا بالعين. فشوفوا يا أخوان، أنت عندك نقطة هنا وعندك نقطة هنا. هاي النقطة الأولى
وهاي النقطة الثانية. وهم معايا شباب، وهم اصطلحوا اصطلاح. شو معنى كلمة اصطلاح؟ شو معنى انهم اصطلحوا؟ ايش معنى انا قاعد اقول بالعربي اصطلحوا على كذا؟ ايوه، يعني شو معنى كلمة اصطلحوا؟ يعني زي اعطوهم مثال، يعني اصطلحوا يعني بمعنى اتفقوا. هم اتفقوا اتفاق انه المسافة بين النقطتين هذه حنسميها ايش؟ 1 متر. يعني يا اخ خالد، انا ما اعرفش، بجوز ما فيش، ما في جوز ما في ولا واحد فيكم اسمه خالد، ممكن واحد فيكم اسمه خالد، هذا اسم انا حبيت استعمله يعني، ما اعرف اذا موجود ممتاز. يا اخ خالد او يا اخ علي او يا اخ محمد، اي اسم يا اخوان. يعني لو انت جالس في غرفه والغرفه دي طولها 4 متر، ايش معنى 4 متر؟ معناها انه طول الغرفه حد هو 4 أضعاف طول المسافة بين النقطتين الموجودات في منطقة غرينتش لندن. معايا شباب؟ النقطتين اللي أنا بحكي لكم عنهم، إذا حدا فيكم ربنا قدر له إنه يزور لندن أو زار سابقا وشاف النقطتين، أنت لو سألت أي سواق ليموزين في لندن، أنا عايز أشوف خط المتر، عايز أروح أشوف المتر لاين، بوديك هو للمنطقة هذه. المنطقة هذه فيها نقطتين وهم راسمين حاطين المسافة هذه وقايلين إنه المسافة هذه حنصطلح اصطلاح، حنتفق اتفاق إنه هذه المسافة كم مقدارها؟ مقدارها كم؟ يا شباب متر. متر. فلما بتقول المسافة، معايا يا شباب؟ أو متر. أيوة، لما تقول المسافة في المسافه في 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 لندن، بتقول المسافه مثلا طول العماره هاي 52 متر، كلمه 52 متر معناها انه ارتفاع العماره 52 ضعف اللي هو الخط المرسوم في لندن. كويس، الخط المرسوم في لندن. فهذا يا شباب، هذا بالنسبه لايش؟ هذا بالنسبه لل بالنسبه لللينث اللي هو بالميتر. طبعا اذا عايزين التعريف التعريف اللي باستخدام سرعه الضوء، بقول لك المتر هو عباره عن لينث اوف باث، هو عباره عن طول الباث، الباث يعني المسار. اذا المتر هو لينث اوف باث، هو طول المسار ترافلد اللي تم قطعه باي لايت بواسطه الضوء ان فاكيوم في الفراغ. إذا هو المتر هو الطول حق المسار اللي مقطوع بواسطة الطول في الفراغ خلال زمن مقداره 1 مقسمه على سرعة الضوء. سرعة الضوء اللي هي 299,792,458. طبعا هذا الارتفاع خلال زمن مقداره ثانية. تعرفوا يا شباب هذا التعريف متى تم وضعه؟ تم وضعه عام 1983. قبل ما يحطوا التعريف هذا اللي انتم بتشوفوه، انه طول المتر هو طول المسار اللي بيقطع الضوء في الفراغ خلال فتره زمنيه، تايم انترفال معناها فتره زمنيه، خلال فتره زمنيه مقدارها 1 مقسوم على سرعه الضوء اوف سكند في الثانيه. ترى قبل التعريف هذا كان يعرف اللينث اللي هو التعريف اللي انا قلت لك اياه، اللي هو انه هو طول الخط اللي واصل ما بين النقطتين في لندن، وانه هذا يعني تم الاصطلاح على اصطلاحا. وانه انت لما بتقول انه ارتفاع العماره 52 متر، يعني ارتفاع العماره 52 ضعف المسافه او ضعف طول المسافه ما بين النقطتين الموجودتين في لندن. تقول لي ليش هاي المسافه اخذوها 1 متر؟ ترى هم اخذوها 1 متر، هم اجوا اخذوا نقطتين مبينات في الشارع وقالوا هذول هن الواحد متر. طبعا في شغله عايز اقول لكم اياها، انه هذا الكلام عمره اكثر من 200 سنه، يعني هم لما اصطلحوا على المتر كان هذا كان من 200 سنه. وقال ليها كان يقيسوا بإيش الإنجليزي المسافة؟ كان يقيسوها بالفيت وبالياارد وبالوحدات ثانية وبالإنش وبشغلات ثانية. لكن المتر اصطلحوا عليه الإنجليز وبعديها إيش؟ وبعديها العالم كله مشي وراهم فيه. طيب بالنسبة للكيلوغرام، اللي مشي متحف اللوفر في فرنسا، في متحف اللوفر في فرنسا في سلندر. يا شباب سلندر، شو يعني سلندر؟ سلندر يعني اسطوانة.
شوفوها، شفتوها علبة الفول أو مثلا علبة الذرة، علبة أي شيء معلب عندكم في البيت، هذه العلبة قولوا عن شكلها سلندر، سلندر أسطوانة. ف بالنسبة لل بالنسبة للسلندر هذه صراحة نشغل الشاشة شباب، راحت عنا عندنا هاي السلندر. طيب هاي السلندر طولها كأنه طولها هاي السلندر على ما أتذكر كأنه 38 مليمتر، وعرضها ارتفاعها كأنه 38 مليمتر. الشاهد في الأمر أنه هي مصنوعة من عنصر الرصاص، عنصر الرصاص هذا رمزه. السلندر هذه صنعوها الفرنسيين أيام الثورة الفرنسية، صنعوها أيام الثورة الفرنسية عشان يستخدموها في الميزان. الميزان ذكرينه، الميزان اللي بتكون من كفتين، كانوا يعني كان زمن الثورة الفرنسية أعوام كان فيها حروب ومجاعات وهذا، فكانت الناس يعني ممكن واحد يقتل واحد علشان الأكل، علشان الغذاء. فهو أنت لو هنا حطيت الفواكه أو الطعام، وهنا حطيت اللي هي إيش، يعني أنا عايز 1 كيلو، أحط السلندر ذي. السلندر ذي اصطلحوا انهم يسموها ايش، كيلو. طيب انا عايز 2 كيلو، احط كم سلندر؟ سلندرين. طيب انا الماس حقتي يعني 100 مثلا و20 كيلو، معناها انت لو جبت حطيت الاستاذ رامي هنا، شوف هاي رامي، معناها هتحط كم سلندر؟ هتحط عاد على أساس أنه ذي 120 سلندر. إذن يا شباب، أنا لما أقول أنه الماس حقت هذا الشيء 6 كيلو جرام، معناها أنه الماس حق هذا الشيء ماس 6 سلندرات من السلندرات، أو ماس 6 من الأسطوانات الموجودة أو اللي محفوظة في متحف اللوفر. طبعاً هذه اتفقوا عليها عام 1800، هذا كان عام 1889، يعني هذا الكلام كان من حول أكثر من 110 سنوات. طيب السكند يا شباب، الثانية هي عبارة عن الـ duration of time، كويس معي، اللي duration of time، اللي طبعا انتم تعرفوا لما انا بقول سرعة الصوت الضوء بتساوي 2,299,458. كويس يا شباب، طبعا هذه سرعة الضوء، أو هاي العدد المترات اللي بيقطعها الضوء خلال، يعني في الثانية الواحدة كم مسافة بيقطع الضوء؟
بيقطع 299 مليون 792 ألف 458 متر. طيب لو صرنا في الثانية الثانية حيطلع دبل الرقم. طب في الثانية الثالثة حيصير تريبل هذا الرقم. يعني هذا الرقم خليني أعتبره كذا. فهنا حيصير عندي 2 ضرب هذا الرقم. هنا حيصير عندي 3 ضرب هذا الرقم. معايا يا شباب؟ إذن إيش هي الثانية؟ هي الفترة الزمنية واللي مقدارها وأعطيني إياها وقول اللي بستطيع فيها إنه إيش واللي ممكن يعني هي الفترة الزمنية. يعني أنا ممكن أعرف الضوء والسكن وأقول إنه هي هي البيريود أوف تايم اللي بيقطع فيها الضوء هذه المسافة من المترات. أو ممكن نقول إنه خلال الثانية الواحدة كويس تعريف هذا يا شباب شوي إيش شوي شوي يعني في أكثر من تعريف. يعني خليني بس أمسح دكتور رامي. نعم صديقي. أستاذ رامي عليك. كانت عندي محاضرة. أستاذ رامي هي مسجلة إن شاء الله الحصة. نعم يا ريت بس الأشياء النظرية نمر عليها مرور الكرام ونركز على المسائل. النظري مو مهم يعني. طيب يا اخوان نبغى نوصل كلام بس. طيب بعدين بيروح بيعرف الامبير وبيعرف الكلفن وبيعرف المول وبيعرف الكاندلا. وطبعا كلهم بيعرفهم بالاعتماد على ايش؟ بالاعتماد على معرفتهم السابقه. الجماعه يعني هنا زي مثلا بعرف المول. المول مرتبط بمين؟ في عدد أفوكادو. الكلفن اللي هي ايش؟ اللي هي مرتبط في مين؟ مرتبط في الـ في الثيرموديناميك تمبرشر ودرجه غليان الميه. لما بيحكي عن الامبير بيربطه في مين؟ في حركه الالكترونات والقوه الكهربائيه اللي موجوده ما بين الموصلات ما بين هذه الالكترونات داخل الكوندكتور. طبعا هو هذه كلها معلومات هي عنده. في عندنا في عندنا يعني زي هنا مثلا اجا وبدينا نذكر بعض الايش بعض الدرايف. يعني زي الاريا. الاريا هي لينكد في لينكد فعشان هيك شو اليونت حقتها متر تربيع. طيب الفوليوم الحجم يعني اللي هو عباره عن لينكد فود في هاي او اريا ضرب هايت. طيب اريا بالمتر تربيع وهاي بالمتر. متر تربيع ضرب متر بيطلع متر تكعيب. الفيلوسيتي اللي هي الديسبليسمنت على التايم. الفيلوسيتي اللي هي الديسبليسمنت على التايم. الديسبليسمنت لينكس كويس يعني متر والتايم سكند. فعلشان كده شو الوحده تاعت المتر لكل سكند؟ او في ناس بحطوها متر سكند قوه سالب واحد. الاكسلريشن هو فيلوسيتي على تايم. متر على سكند على سكند فيطلع متر على سكند تربيع واللي هو متر سكند قوة سالب 2. كويس. بقول لك الدنسيتي ماس على فوليوم. الدنسيتي اللي هي الكثافة بتساوي الكتلة على الحجم. هذا كيلوغرام وهذا متر مكعب. يعني كيلوغرام متر قوة سالب 3. طيب الفورس في سؤال بيطرح نفسه من وين جاب القوانين. الفورس القوانين جابها من معرفته في الفيزياء من ايام ما كان يدرس ايام المدرسه. طيب هو ما حيجيب لك غير الاشياء الموجوده هنا. طب اذا جاب لك شغله جديده بيعطيك القانون. يعني انا خير حوريكم حاجه. قلت لك انه الاي وحده متر لكل ثانيه والبي وحدته متر تربيع في ثانية والسي وحدته ثانية في كيلو جرام على متر. هتقول لي شيل كمياتها. هاي كميات أنا جبت قاعد أجيب فيها من راسي. الحين أنا قاعد أقول لكم إنه دي بتساوي A في B في A في B
A في B على C. خلاص انت حتحط A اللي هي متر على سكن ضرب ال B. ال B اللي هي متر تربيع في سكن قسمة ال C. يعني قسمة ال C يعني هاي تقسيم تقسيم، وهي حط S في كيلوغرام على متر، يعني هاي متر على سكند ضرب متر تربيع في سكند. والقسمة أقدر أعملها ضرب صح، وأعكس ال S كيلوغرام على متر لمتر على S كيلوغرام، وتصير أنت عاد تختصر، يعني هذه حتصير الوحدة تاعتها. متر في متر تربيع في متر، يعني هاي متر قوة أربعة، وهي هتروح السكند هذه مع السكند هذه، حيبقى عندي سكند واحدة هاي هاي على سكند في كيلوغرام، يعني هاي متر قوة أربعة سكند قوة سالب واحد كيلوغرام قوة سالب واحد. طيب يا شباب، إذا جاب لي اشتق الكمية حيعطيني إيش؟ حيعطيني اليونت اللي حيعطيني من الأشياء هذه اللي وردت هنا. طيب وإذا جاب لي إشي جديد حيعطيني زي ما قلت لك، كيف قبل شوي أنا أعطيتكم الـ A اليونت حقته والـ B اليونت حقته والـ C اليونت حقته، وبعدين أعطيتكم دي بتساوي A في B على C، وانت مشيت شوي شوي لغاية ما طلعت اليونت حقت الدي. واضحة هاي يا شباب؟ شباب واضحة هاي الطريقة؟ واضحة يا أستاذ. بعدين يا إخوة يا أعزاء، في إيش؟ علي فزلك يا شباب، خلص انت بس يعني تعرف انه الماس مرتبط قال لك بالدنسيتي وبالمومنتم وبالفورس وبالايش. يعني الماس قال يوريك انه مرتبط بالدنسيتي وبالمومنتم وبالفورس، وبعدين يوريك انه الميت اللينث مرتبط بالفوليوم وبالاريا وبالفيلوسيتي، والتايم مرتبط فيه ايش؟ مرتبط في الفيلوسيتي ومرتبط في الباور ومرتبط في الاكسلريشن. بعدين يجي لك على نفس الفورس مرتبطه بالبرشر، وبعدين نفس الفيلوسيتي مرتبطه في المين في بعض الاشياء والماس. يعني الفكره يا شباب انه ايش؟ انه هو قاعد يوريك انه الاشياء هذه مرتبطه مع بعضها البعض. بس هو يعني هذه قصه الارتباطات هذه، يعني لو انت عرفت هنا كل حاجه كيف اجت وكل كمية من الكميات هذه كيف أجت، هذا أفضل من إنك تروح. يعني الفورس، الفورس قانون نيوتن الثاني بيقول إنه الفورس بيساوي الماس ضرب الأكسلريشن. إذن الفورس شو حدته؟ الماس بالكيلوغرام، والأكسلريشن إنه متر على سكند تربيع، فهذه كيلوغرام متر سكند تربيع، يعني سكند قوة سالب اثنين لأنها في المقام. وهذه صراحة يا شباب، وصراحة هذه الوحدة اللي انتم شايفينها الآن، هذه تكريما لإسحاق نيوتن سموها ايش؟ سموا الوحدة دي على اسمه. يعني بدل ما تقعد تقول، بدل ما تقول كيلو جرام ان متر بير سكند سكوير، كم كلمة؟ أي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. بدل ما تقعد تحكي في سبع كلمات خلاص قول كلمة واحدة، والكلمة هاي الواحدة شو اسمها؟ نيوتن. إذن الفورس وحدتها نيوتن، بس النيوتن شو هي؟ كيلوغرام في متر بير سكند سكوير. إذن يا شباب لاحظوا إنه هذا القانون أنا درسته أيام المدرسة. طب حتقول لي انا من وين بعرفه؟ يا سيدي انت لا تعرفه،
انت هي الكميات اللي حتنسأل عنها وهي القوانين حقتها. الفورس بتساوي هاي، شوف الفورس شو بتساوي، الفورس بتساوي الماس في الاكسلريشن. البرشر شو بيساوي؟ فورس على اريا. طلع البرشر فورس على اريا. الفورس قبل شوي حكينا عنها شو هي، كيلوغرام متر، ايوه سكند لكل سكند تربيع. الاريا اللي هي متر تربيع، فشو صارت وحده البرشر؟ كيلوغرام. وحتروح التربيع المتر مع التربيع، صفى عندنا متر في المقام، صفى عندنا متر في المقام. واصلا السكند تربيع هي قوه سالب 2، نزلها لتحت شو بتصير؟ سكند تربيع. الان يا شباب يعني شو وحده البرشر؟ كيلوغرام متر قوه سالب 1 سكند قوه سالب 2. وهذه سموها ايش؟ على اسم الفيزيائي الفرنسي الشهير باسكال. باسكال هذا كان عالم فيزياء فرنسي شهير، فسموا اليونت تاعت البرشر باسكال على بالنسبه لاسم العالم باسكال. يعني طبعا كثير وحده الطاقه بالجول وهكذا. طيب انا بهمني في عندي شيء اسمه البريفكسز. كلمه بريفكسز تتكون من كلمتين، بري وفكسز. بري هذه معناها ابتدائي، وفكسز معناها مقاطع. اذا شو بيطلع معنى كلمه بريفكسز؟ مقاطع ابتدائيه. اذا البريفكسز اللي هي المقاطع الابتدائيه هي عباره عن ايش؟ هي عباره عن اشياء او اسماء بتيجي قبل اليونتس. صراحه انت لما تشوف يقول لك الديستانس ما بين الدمام والرياض 365 كيلومتر، ترى هاي هي الديستانس 365، والكيلو كلمة كيلو هذه معناها ضرب 10 قوة 3 متر. يعني الديستانس 365 ألف متر. إذن كلمة كيلو أو البرفكت كيلو بيعني ألف. طيب يقول لك إنه هذه الفلاشة 64 ميجا بايت، 64 وكلمة ميجا معناها ضرب 10 قوة 6، الميجا هو المليون. علشان احنا نوفر يا شباب، بقول لك نوفر وقت، بقول لك التصادم صار خلال زمن مقداره 2 ملي سكند. يعني كلمة ملي 2 ضرب 10 قوة سالب 3 سكند، يعني 0.02 سكند. إذا يا شباب الشيء اللي انا عايز اقوله الان انه ايش؟ انه في البريفكسز هذه في منها اللي هي زي الكيلو، الميجا، الجيجا، في التيرا. هذه شو مالها؟ هذه صراحه بتفيد التكبير. يعني ايش؟ يعني تعطيني قيم كبيره. وفي عندنا السنتي والملي والمايكرو والنانو. كويس، السنتي رمزه سمول سي، الملي رمزه سمول ام، المايكرو حرف الميو اللاتيني، النانو حرف الام. هذا السنتي اللي 10 سالب 2، الملي 10 أس سالب 3، المايكرو 10 أس سالب 6، النانو 10 أس سالب 9. يعني أنا لما بقول الجيجا 10 قوة 9
معناها اني اضرب في مليار، 10 قوة 9 هي مليار. طب والنانو 10 أس سالب 9 معناها اني اقسم على مليار. لما بقول انه الميجا 10 أس 6 معناها اضرب في مليون اللي هو 10 قوة 6. المايكرو 10 أس سالب 6 معناها اقسم على مليون. الكيلو 10 أس 3 معناها اضرب في 1000. الملي 10 أس سالب 3 معناها اقسم على 1000. كويس معايا يا شباب؟ هذا غير انه في عندي السنتي، هذا معناه اقسم على 100، وعندي التيرا اضرب في 100 في مليون. طيب يا شباب الدكتور عندي سؤال الله يعافيك. نعم اقول عندي سؤال بس تفضل. طبعا اذا برجعها يعني مثلا اذا بقسمها على السنتي او الملي لازم اول شيء ارجعها لل يعني لازم ارجعها مثلا على المتر، لازم ارجعها للمتر اول صح؟ لا انت شوف، انت لما تشوف يعني زي كذا مثلا يقول لك انه والله يقول لك مثلا الطول 48 سنتي كويس، انت لما تشوف الطول بيساوي 48 سنتي ترى هذا الطول معناه 48 وحرف السي هذا بيفيد 10 أس سالب 2 والميتر نزلتها زي ما هي يعني ال بتساوي 48 شو معنى 10 أس سالب 2 يعني معناها تقسيم 100 يعني ال بتساوي 48 على 100 متر يعني فاصلة 4.8 متر بلاش. قال لك انه الزمن اللي استغرقته كان زمان في لعيبة سريعين جدا في شوط الكرة، منهم كان لاعب يلعب مع ريال مدريد اسمه روبرتو كارلوس. نتخيل هذا روبرتو كارلوس شات كرة والكرة دي استغرقت زمن مقداره 300 مايكرو سكند، يعني التي بتساوي 300 والمايكرو هذه اللي هي ايش اللي هي 10 أس سالب 6 سكند 300 مايكرو سكند، يعني التي بتساوي 300 ضرب 10 أس سالب 6. نعم الله يعافيك يا دكتور. انا سؤالي اقصد مثلا لو طلبها بالجيجا يبغاني احولها للسانتي لازم ارجعها اول شيء للمتر، لازم اول شيء ارجع للمتر بعدين يعني بالضبط. يعني انت عندك الجيجا متر هيو هنا، في عندنا المتر وفي عندنا السنتي متر. من هنا لهنا اول شيء اروح من هنا لهنا بعدين اروح من هنا لهنا فيك، يعني لا تروح على دفعه واحده صحيح. يعني انت عايز تتزوج لازم قبلها تشتغل يا صديقي حتى انك ما تكونش عالي على والدك، فهمت علي كيف؟ يعني الزواج بيجي مرحله اخرى ثانيه بعد الايش بعد التخرج، يعني بعد التخرج الانسان ما بيروح يجري على والده يقول له زوجني، لازم اول يتوظف وبعدين ما يصير له 4-5 سنوات في الوظيفه ويحوش مبلغ مالي بيطلع تكليف العروس بيروح عليها للزواج. ففي مرحله وسط ما بين الجيجا متر والسنتيمتر اللي هي ايش اللي هي المتر. او مثلا انا شخص سمين عايز اشتغل عايز اصير عداء ماشي، قبل ما اروح اخذ دروس اني اصير عداء وكيف العدائين بيركضوا وكيف بينظموا النفس، اول شيء اروح اعمل رجيم ولا دايت ولا قص معدة انزل وزني، وبعد ما ينزل وزني واصير 70 ولا 65 كيلو كويس بعدين بروح اشوف لي والله مدرب رياضي حق تمارين وحق يعني اللي هو يوريني كيف مثلا انا ممكن احسن وكيف انا ممكن انظم نفسي اثناء الركض عشان اصير عداء. فاللي انا قصدت اوصله انه في قبل ما تتعلم انك تصير عداء اول شيء نزل وزنك، قبل ما تقول لوالدك زوجني لازم اول شيء تتوظف، قبل ما تحول لسانتي اول شيء حول لمتر بعدين حول لسانتي بنفس الاسلوب. فهنا خليني اكمل اللي كنت احكي فيه، تي بتساوي ايش قلنا هي ال 300
كويس، وبعدين ال 300 هذه ال 300 هي هيها ضرب 10 أس سالب 6 يعني بدي أقسم على مليون، بدي أقسم على مليون، هاي واحد على مليون هاي سكند، يعني تي بدها تساوي راح الصفر، راح الصفر الأول مع الصفر الأول والصفر الثاني مع الصفر الثالث مع الصفر الثاني، فصارت 3 على 10,000 سكند، يعني تي بتساوي فاصلة صفر 1000 أصفار، مكان الصفر الرابع أحط الثلاثة. معي يا شباب؟ طيب يا شباب، إذا هذه يا اخوان بالنسبه لايش؟ للتحويل. في شغله ثانيه عايز انبه لها، انه الماس كثير من الناس بيخلط الماس وحدتها في الاس اي يونت ايش هي؟ وحدتها شو هي؟ الكيلوغرام. فما ينفع تقول لي هذه 10 والكيلو هذه 1000 وهي جرام، لا لا هاي خرابيط. ترى الوحده بالاس اي يونت، الوحدة بالاس اي يونت هي مين؟ هي الكيلوغرام، فلا تحول لجرام. معي يا شباب؟ او يعني كان في سؤال مرة انا قرأته يقول لك انه سيارة كتلتها طلعوا شباب2 ميجا جرام، طبعا الكتلة 2 والميجا 10^6، يعني بس ترى 6 جرام، خليني بس امسح 10^6 جرام. في شغله عايز انبهكم لها، الجرام هي مش الاس اي يونت، انا لازم احول الان لمين؟ للاس اي يونت، فهي 2 ضرب 10^6 احطها 10^3 و 10^3 جرام، 10^3 جرام، ال 10^3 مع الجرام هذه هي مين؟ هذه هي الكيلوغرام. فهذه السياره كم كتلتها؟ هذه السيارة كتلتها 2000 كيلو. إذا أنت عايز تحطها بالصورة الصحيحة لازم تكتبها 2000 كيلو جرام. كذا كذا مش صحيحة. وكذا أنك تقول لي الميجا هي 10^6 وححط اليونت جرام، هذه مش صحيحة. الصحيح إيش؟ صحيح إني أكتبها بالشكل الايش؟ بالشكل الاخير هذا. ماشي الحال يا شباب؟ طيب. في عندنا حاجه يا شباب مهمه جدا اسمها تشين يونتس. اللي هو التحويل يعني المايل الواحد شو بيساوي؟ المايل الواحد يا شباب شو بيساوي؟ أشرح. المايل الواحد اللي هو يعني الميل اللي احنا بنشوفه موجود في السيارات الامريكيه هو 1609 متر، يعني 1.61 كيلومتر. المايل الواحد بيساوي 1.61 كيلو. الحين يا شباب بيقول لكم انا عايز احكي لكم حاجه، مش المايل بيساوي 1609 متر؟ يا شباب
يعني لو كتبت أنا كتبت واحد ماي على 1609 متر، أو كتبت 1609 متر على واحد ماي، هذه شو بتساوي وهاي شو بتساوي؟ شو رأيكم يا شباب؟ ليه عرف يا إخوان؟ يا شباب قبل يتصور سوي واحد، سوي واحد، إيه سوي واحد. وفي حدا عارف ليش واحد؟ لأنه نفس القيمة أصلاً، لأنه القيمة الأولى تساوي القيمة الثانية، القيمة الأولى تساوي القيمة الثانية، فطبيعي لما البسط والمقام بيساوي بعض حسب المعادلة، إذن شو القيمة؟ أي فراكشن، شو معنى كلمة فراكشن؟ فراكشن معناها كسر، أي كسر القيمة تاعته بتساوي واحد، شو بنسميه هذا الحكي؟ هذا بنسميه الكونفيرجن فاكتور. إذن يا شباب أنا عندي حاجة اسمها الكونفيرجن فاكتور اللي هو معامل التحويل. الكونفيرجن فاكتور هو عبارة عن فراكشن it is value قيمته شو بتساوي؟ واحد. يعني صراحة في عنا بسط وعنا مقام. البسط يعني نومينيتر، عنا نومينيتر وعنا إيش؟ عنا دومينيتر. الدومينيتر والنومينيتر مالهم صراحة إنهم نفس القيمة. فأنا لو طب في سؤال بسأل نفسه، أنا في بيطرح نفسه، واحد مايل على 1609 متر ولا 1609 متر على واحد مايل، مين الصح نحبه؟ يا شباب يلا يا اخوان اعطونا ادلوا ما تفرق ما في فرق، صحيح ما في فرق، الفرق بس في الاستعمال. يعني زي انا اعطيك مثال، زي انت تعرف انه في احد الاشخاص انا قابلته اشتغلت معاه قبل 21 عام، قبل 20 سنه بالضبط عشان اكون صادق معاكم في الخفجي. فالمهم يعني جلسته ليوم كامل فشربت انا جزء اكثر من 10 علب مي، اللي علبه المي دي ام ريال، يعني جلست انا وياه طول اليوم تقريبا، فكل شوي وانا شاري علبه مي وشارب، هو بيقول لي انت تشرب مي كثير. طيب يعني وين المشكلة؟ هذا إشي كويس، يعني هذا إشي بيخلي الواحد الضغط ينزل والسكر يصير كويس وبيزيد النضارة في البشرة وبينعش الجسم وبيخفف معدلات الجفاف وبيفتح مجال للتعرق وصحة أحسن، يعني هذا بكل الأصعد كويس. فهو أقسم لي الشباب، هذا الشخص، هذا الشخص كان إيرلندي، أقسم لي إنه مشربش مي من 10 سنين، بيشرب عصائر، بيشرب مشروبات، بيشرب يعني بيشرب كل شيء. المي موجودة بس مي كذا يعني بدون اللي هو السائل الشفاف هذا، اللي بدون السائل الشفاف هذا اللي عطشنا شرب مي. السائل هذا الشفاف اللي بدون لون وبدون ريحة هذا ما شربوش من 10 سنين. هذا الشخص أنا زاملته لعام كامل، يعني أنا خلال عام كامل كنت أنا وياه في نفس الغرفة، في نفس مكتبه كان ومكتبي قبال بعض لعام كامل، ما أتذكر أنه عمره شفته جاب غرشة مي. كنت أجلس أنا وياه 8 أو 9 ساعات في المكتب مع بعض، ما أتذكر خلال العام كله أنه شفته. فصحيح هو صادق أنه هو عمره أنه له 10 سنوات ما شربش مي، لكنه هو أكيد بيشرب عصائر، بيشرب مشروبات، بيشرب شاي، بيشرب قافي، بيشرب، وهذه كلها فيها مي، لكن مي كذا بدون نكهة بدون ريحة بدون طعم ما شرب. طيب لكن يا إخوة الآن الإشي اللي أنا عايز أقوله إنه المي هي المي، سواء حطيت عليها شوية قهوة ولا شوية شاي ولا حطيتها بدون ولا أي نكهة، ولا حطيت عليها نكهة برتقال وصارت ميرندا، ولا حطيت عليها نكهة كولا وصارت بيبسي، ولا اللي هو اللي هو. طيب أنا متى بستخدم هذا الشكل ومتى بستخدم هذا الشكل؟ صراحة
لو انا اسمعوني يا شباب، لو انا قال عندي 106 مايل وقال عايز نحولهم لمتر، ماذا نحن صانعون؟ شوفوا يا اخوان، المية المية وستة مايل حبقى اضربها في كم؟ في الكونفيرجن فاكتور. الكونفيرجن فاكتور المايل الواحد 1609 متر. انا ليه اسمعوني يا شباب، انا ليه حطيت الكونفيرجن فاكتور بهذا الشكل؟ عشان تروح المايل هذه مع المايل هذه، المايل هذه موجوده في البسط، والمايل اللي في الفراكشن اللي في الكسر موجوده في المقام. لاحظوا انه ما بقى عندي غير ايش؟ المتر. فصراحه ال 106 مايل لما احولها لمتر حتصير 106 ضرب 1609 معايا يا شباب؟ طيب فخليني بس خليه يشتغل يا شباب، لانه هذا البرنامج مدرك مش اورجنال. لو اورجنال كان ما بيجنناش هالجنان هذا. فأنا حضره بالمية وستة في الألف حضره بالمية وستة في 1609 هيطلع عندي، وطبعاً تنسوش إنه ظلت وحدة المتر، فهيطلع عندي 170,554 والوحدة مثل. طيب واحد بيقول لك سرعة السيارة، بتعرفوا انه سرعة السيارات، واحد بيقول لك سرعة السيارة 90 كيلو متر في الساعة. كويس، بيقول لك حولها ولا حولها لوحدة متر لكل ثانية. أنا أعرف إنه الكيلو، شوفوا يا شباب، أنا بعرف إنه الكيلو متر هو 1000 متر، وأنا بعرف إنه الواحد أور 3600 سكن. هاي المعلومات معروفة لي يا شباب. في حدا شاف في المعلومات اللي أنا كتبتها حاجة جديدة؟ السرعة شو بتساوي؟ تسعين كيلو متر في الساعة. الكيلو متر هنا عندي وين موجودة؟ في البسط. فأنا عايز أخلص منها، فعايز أحط كونفيرجن فاكتور بحيث إنه تكون الكيلو متر وين موجودة؟ في المقام. فهحط 1000 متر على 1 كيلومتر. الأور عندي وين موجودة؟ في المقام.
عشان كده انا هحط الكونفرجن فاكتور بحيث انه تكون الاور في البسط كويس. الحين يا شباب راحت معي الكيلو ويا الكيلو وراحت معي الاور ويا الاور، كم بتساوي السرعه؟ بتساوي 90 ضرب 1 ضرب 1000 والوحده فوق متر. المقام 1 ضرب 3600 والوحدة سكن. الفي بتساوي أنا جيت مسكت 90 وضربتها في 1000 فصارت 90000، جيت تحت حطيت 3600 وقسمت طلع الجواب معي إيش بيساوي؟ 25. إذا أنت لما تسمع إنه السيارة سرعتها 90 كيلومتر في الساعة، ترى هذه سرعتها بوحدة المتر لكل ثانية، هي إيش؟ ها شباب هي كم؟ هي 25 متر لكل ثانية. هذه يا شباب صراحة، طبعا هنا ما أعطيني المتر، بقول لك المتر الـ SI unit له الفي المتر، المسافة هي بالمتر. طبعا قس اثنين بيصير سنتيمتر، قس اضرب بألف بيصير كيلومتر، طلعوا بيعطيك المتر وعلاقته بالفيت، كم المتر بالفيت؟ ف يعني ها يعني لما يكتب لك كذا، شوفوا شباب لما حاط لي المتر هنا والفوت هنا، شوفوا كاتب لي ها، شوفوا كاتب لي ها فاصلة 3048 اللي هي هاي يا شباب. ايش هذا معنى الحكي؟ انه الواحد متر بيساوي انه الواحد فيت فاصلة 3048 متر. طيب لما يعطيني هنا، شوفوا لما يعطيني هذه هنا، صراحة هنا معناها إنه المايل الواحد 1609 متر. أي شباب؟ فطيب هنا لما يجي هنا الإنش والهاي هنا، يعني معناها إنه الواحد متر بيساوي 37% إنش. ماشي الحال؟ هذه يا إخوان في كل بساطة هنا في اللينث. طيب في الماس أعطاك اللي هو الوحدات تاعت الماس، زي ما أعطاك وحدات اللينث اللي هي متر وسانتي وكيلو وإنش وفوت ومايل، أعطاك وحدات الماس كيلو جرام جرام سلاج باوند، واعطاني وحدات الزمن اللي هي سكند ومينت واور ودي وير. طبعا لاحظوا انه في حاله السكند الامور ظريفه، يعني مضاعفاتها بيعطيك مينت، مضاعفاتها بيعطيك اور، مضاعفاته للاور بيعطيك دي، مضاعفات الدي شو بيعطيك؟ يير. طيب بقول عندنا كره سقطت 5 مترات، يعني هو كأنه قاعد بيحول الخمسة متر، بقول how many سنتيمتر، بحول قاعد لسنتيمتر. أنا أعرف إنه الواحد متر 100 سنتيمتر، إذن الخمسة متر أروح أضربها في الconversion factor. في الconversion factor هنا حتكون المتر تحت وهي المية سنتي، هتروح المتر ويا المتر وحتطلع النتيجة إيش؟ 500 سنتي. قال لك كم سنتي 2.35% متر، كم سنتي هاي 2.35% متر، وحروح أضرب عايز المتر تحت والسنتي فوق عشان تروح المتر ويا المتر
فهذه طلعت 235 سنتي. How many second؟ يعني هو سألني أحول للسكند وقال لي إنه 1.25% منت. أنا بعرف إنه المنت الواحد 60 سكند. أنا بعرف إنه المنت الواحد 1.25 منت. راح اضرب في الكونفرجن فاكتور. الكونفرجن فاكتور هذا حخلي المينت تحت 60 سكند فوق، حشيل المينت ويا المينت، فصارت ايش بتساوي؟ صارت بتساوي 1.25 في 60، وهذه صراحه بتساوي 75 سكند. بقول كم انش في 2 متر؟ يعني هو سالني عن عدد الإنشات، أي 2 متر. نروح نرجع للعلاقة اللي كانت بين الإنش والمتر. الواحد متر انزل كم إنش؟ أو تعالى الإنش، الإنش كم متر؟ شوف المتر الواحد 37% إنش. طيب أي 2 متر أضرب أي 1 متر تحت أي 37% إنش، شلنا المتر مع المتر، وفي الأخير أضرب 2 37% رح يصفي كم؟ 79 إنش. قال كم عدد الجرامات؟ يعني هو عايز يعرف كم جرام في 3.25 كيلو. الكيلو 1000 جرام. 3.25 كيلو جرام حروح أضرب الواحد كيلو تحت والألف جرام فوق. ليه حطيت الكيلو جرام تحت؟ عشان يروح الكيلو جرام مع الكيلو جرام، والناتج 3250 جرام. significant figures يا شباب. significant figure اللي هي الأرقام المعنوية. صراحة يا شباب الـ significant figures هي عبارة عن إيش؟ أول حاجة الأرقام المعنوية هي طريقة بنستخدمها لما بنعمل العمليات الحسابية أو بنحط الأرقام. إحنا يعني صراحة لازم نحطهم في صورة الأرقام المعنوية. في كثير من المدرسين يعني ما بيهتم، بس في بعض المدرسين والله بيهتموا، يعني خصوصا المدرسين غير العرب بعض منهم بيهتموا. يعني اللي درسك امريكي او اوروبي وكان بيهتم في حكايه السيجنيفيكانت فيجرز، صراحه ممكن يخصم درجات عليه. طيب يا اخوه يا اعزاء، اللي انا عايز اقوله انه يعني انا حتقول لي الله انا يعني مستقبلا ممكن احط 3.81% ضرب 192 و1 بالعشرة، فلازم لما احط الناتج الاخير احطه بالسيجنيفيكانت فيجر. اي انت عندك هون 3 سيجنيفيكانت فيجر اللي الثلاثة والثمانية والواحد، وهون عندك 4 سيجنيفيكانت فيجر. والقاعدة بتقول انه في حالة الله يا شباب. طيب
مش حاطها. طيب شوفوا يا شباب ورا ورا يا سبار. مش مهم خلص أنا قاعد بأضرب الرقمين هذول. القاعدة بتقول أنت أضربهم في الآلة الحاسبة حط 3.81 وروح أضربه في 192.1 فصراحة طلع الجواب هاي أنا حطيته قاعد أسجله أمامكم هذا الرقم اللي أنا كتبته هو حق الآلة الحاسبة بس في شغلة عايز أقولها الناتج لازم يكون كم عدد السيجنيفيكانت فيجرز إله هاي اللي طلعتها الكالكوليتر هذه القيمة تاعت الكالكوليتر مين عنده فكرة يقول لي كم الرقم اللي لازم نحطه صح الرقم لازم يكون أربعة لا لازم يكون 3 significant figure ليه؟ احنا دائما ناخذ الاقل فالاقل 3 فلازم يكون 3 طيب انا حطيت السبعة والثلاثة المفروض احط الواحد صح واوقف يعني كل اللي بعد الواحد هذا اسحب عليه بس صراحة انا عندي هنا 9 والتسعة هذه بتعمل هذه اكثر من 5 فبتعمل راوندينج للواحد فانا صراحة اللي هعمله التالي إني هعمل بدل الواحد أحط إيش؟ التسعة عملت راوندين شو يعني راوندين؟ شباب كلمة راوندين شو معناها؟ راوندين يعني معناها اللف يعني؟ تقريب أحسن تصديقي صراحة عملنا راوندين يعني راوندين قربنا طبعا انا اضطريت اني لازم احط الرقم 3 digits او 3 significant figures 3 significant figures يعني معناها اسحب على مين صراحه شاب معناها لازم اسحب على الارقام اللي هي 9 0 1 ولكن التسعة اكثر من الخمسة فحرجتني وخلتني اعمل راوند طيب يا شباب خليني ارجع انا وياكم واروح لوين؟ اروح للسيجنيفيكانت فيجرز. السيجنيفيكانت فيجرز لها مجموعه من الرولز هذا اخر موضوع في هذا الشابتر. بقول لكم اول حاجه all non-zeros digits are significant figures اي ارقام ما فيها زيرو تعتبر ايش؟ كلها تعتبر significant يعني 4 3 6 2 هذا 4 significant figures 1152 1000 643 هذا 6 significant figures 9 98 142 1501 هذا ايش هذا 8 significant figure اذا لما سوري خلينا امسح بس الزيرو فبقول هو انه اي رقم مش زيرو على طول وانت مطمن عدهم على السريع اذا all non zeros digits are significant figures كل ال digits اللي مش اصفار تعتبر significant figures يعني تعد يعني عند انا هون اخذت الاربعه شوفوا شباب انا هون اخذت الاربعه non zero digits والثلاثه non zero digits والسته non zero digits واثنين non zero digits فقلت اربعه significant figures 1 5 2 6 4 3 الست كلهم نان زيرو ديجيتس ال9 ال8 ال1 ال4 ال2 ال5 ال3 ال1 كلهم 8 نان زيرو ديجيتس ماشي الحال يا شباب طيب بعدين هو بيقول لي انه all zeros occur between non zero digits are شايف علي significant figures يعني انا لما احط 1 1 0 8 هذا four significant figures لأنه الزيروز هنا أدت بين الواحد والثمانية أو لما أقول اثنين ثلاثة
5-0-4-0-1 هذا 7 significant figures لأنه الزيرو الزيروز هنا أجت في النص والزيروز هنا أجت كويس في النص في النهاية هذه كانت 4 وهذه 7 إذن الزيروز اللي في النص كلها نأخذها في عين الاعتبار الزيرو اللي جاي على اليمين شباب يعني زي 6250 أخذ شوفوا شباب 6250 الستة أخذها والاثنين أخذها والخمسة أخذها والصفر ما أخذها فهاي 3 significant figures طلع 1.4750 واحد وأربعة وسبعة وخمسة والزيرو أنساها إذن دائما الزيرو اللي جاي على اليمين أقدر أسحب عليه كويس طيب 800 هذه one significant figure بس لو حطيت 800 وحطيت فاصلة زي كذا هاي 3 significant figures الفاصلة خلت التو زيرو هذا الزيرو هذا الزيرو يدخله معي يا شباب بس عدم وجود فاصلة هنا يخلي هذا يدخل وهذولا ايش ما يدخل إذن يا شباب لما واحد يقول لي 6000 هذا one significant figure لما واحد يقول لي 6100 هذا 2 significant figure لما واحد يقول لي 6100 هذا 4 significant figure إن وجود الفاصلة خلى إيش طب 6100 برضو هذا 4 significant figure كويس هنا نأخذ الستة هنا نأخذ الستة والمية هنا الستة والواحد والصفرين الستة والواحد نسحب على الزيرو هذا نسحب على الزيروز واحد يا شباب طيب كل زيروز in the left يعني تخيل لما يبقى معطيني رقم زي كذا 0-0-0-4-7-0-1 هذه الواحد والسبعة والأربعة أخذناهم والزيرو هذا جاي في النص أخذناه الأصفار هذه صحيح جاية على اليسار بس ليه سحبنا عليها سحبنا عليها لأنها جاية على اليسار ولكنها على يمين الفاصلة انتبهتوا لهذه القصة يا شباب إذا الأصفار على يسار الرقم يمين الفاصلة نسحب عليها كويس تشوفوا يا شباب لو أعطاني هذا رامي بالنسبة 6100.0 ليش 4 المفروض انها 5 لان صفر بعد فاصلة على اليمين مو على اليسار 5 هذه انت كتبت قبل شيء 4 لا 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 هذه 4 ديجيتس هذا يعتبر ايش هذا زي هذا انا اقول لك حاجه ماشي حاجة. في ناس هذا بتاخذه وفي ناس بتسحب عليه شايف علي هو هنا مدرسكم اخذه نعم صحيح على يمين الرقم حيسجله على يمين الرقم شوفوا بس طبعا على يمين الرقم مع وجود الفاصل ماشي شوف ماشي الحال هي هذه الحكاية زي المسائل بعض المسائل الفقهية زي يعني في ناس يقول لك مثلا يتكلم لك مثلا في بعض الناس بيعتبر لبس البنطلون حرام يقول لك هذا قال لبس الأجانب أو لبس الفرنجة رجل في ناس لا بيذهب لك للفكرة في اللبس يقول لك اللبس الأصل فيه إنه يعني يستر الجسم يستر العورة وهذا المهم فيه والعورة مستورة وأنا حققت الشروط المطلوبة اتسكي ففي ناس يعني هاي نقطة خلافية في ناس قال لك لا هاي تشبه بالكفار وفي ناس قال لك لا طبعا معتمد على هاي الفكرة
بغض النظر انت مقتنع معه ولا مش مقتنع معه، بس هو اعتمد على هذا الامر وافتى بانه حرام. المعلوميه انا البس بنطلون، بس انا اقول لك يعني في ناس افتى بحرمه لبس البنطال، وفي ناس قال لك لا، قال لك الفكره من اللباس ستر العوره. ان شاء الله جبت جريده ولفتها حوالين حالك وسترت عورتك ماشي الحال. على كل هو احنا مش درس دين، بس انا قصدي اوصل لك الفكره. في هذه في ناس تعرفوا هذه، في ناس بيعتبروا المية هذه، انا مش شيء قلت لكم انه هذه واحد significant figure، في ناس بيعتبروها واحد واثنين وثلاثة significant figure. ولما بتحطها يعني نفترض انك تختبر اختبار الجي ار اي فيزيكس بيحط لك اياها صح على كل الحالة، يعني لو حطيت واحد بيحطها صح، ولو حطيت اثنين بيحطها صح، ولو حطيت ثلاثة بتحب يحطها صح. حقولي طب انت انا اشتغل على ايش؟ اشتغل على اللي بيشتغله مدرسك. مدرسك قال هذه ستة، شوفوا مدرسكم قال، عذرا يا شباب انا اعتذر منكم، مدرسكم قال كذا خمسة، اذا هذه الستة واحد طلعوا، والزيرو هذا لانه جاي يمين الفاصل بنعتبره، وبصير خمسة significant figure. صحيح انا صحيح خمسة significant figure. كويس ما خلص انت شو بيقول مدرسك او شو بيطلبوا اللي عندكم شغالين؟ 1.4750 امشي معهم، 1.4750 والزيرو هذا يمين الفاصل خذه. كويس لكن طيب في طريقه اسهل اللي هي اذا العدد اللي معطينا فيه فاصله وكان فوق الواحد نحسب كل الارقام اللي هو معانا يعني، وإذا أقل من واحد نحسب الأرقام بس اللي فوق الواحد، مثل فقرة خمسة حسبنا ثلاثة والاثنين والخمسة بس، لأن العدد تحت الصفر. أيوة في طرق كثيرة يا صاحبي، إحنا قلنا لك في طرق كثيرة، وفي ناس بيعتبر وفي ناس ما بيعتبر. يعني في ناس بيقول لك الستمية هذه لا تقول لي إنها واحد، أنا في يعني شايف يعني أنا بدرس وفي طالب مرة حط لي إياها واحد سيجنيفيكانت فيجر وحطتها صح، مع انه وينك يعني كتابكم بقول واحد، في الكتاب البترول بقولون هم واحد اثنين ثلاثة، انه كل هنا بيمشي. طب شو احط للطالب انا؟ ما حطش واحد اثنين ثلاثة، حط واحد صح. يعني المدرس قال، المدرس اللي الدكتور يعني اللي بدرسه في الجامعة حط قال له كذا، وممكن في مدرس برا درس قال له كذا، يعني على كل الأصعدة الواحد والاثنين والثلاثة إلى الستمية مقبولة. طيب لو حاطط لها فاصلة كده تصيرش لا واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، تصير إيش؟ أربعة. تصير هذا نان زيرو ديجيت، وهذولا زيرو زيات في الوسط، وهذا الزيرو جاي يمين الفاصلة، فكلها تأخذ، تصير كم عددهم؟ أربعة. طرق كثيرة للتعامل مع السيجنيفيكانت فيجرز. إحنا بنمشي بنركز على الرول اللي حكاها المدرس عندنا. الاثنين خمسة واحد هذول ثلاثة بالاعتماد على الرول واحد، وثمانية أربعة خمسة ثمانية هذه نان زيرو ديجيتس رول واحد، زيرو 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 سبعة هذا واحد بالاعتماد على رول خمسة، لأنه الزيروس هذه كلها جاية يسار الرقم يمين الفاصلة. طيب واحد صفر صفر ثمانية هذه أربعة، الصفرين ذول جيات في الوسط، 8.006 هذه أربعة برضو. ليه؟ هذه هذه فيك تعتبرهم الزيروز هذول جايين، تعتبرهم جايين في الوسط يعني زي هنا فيك. وفيك تعتبرهم إيش؟ يعني ممكن تعتبر هذه رول واحد، وممكن تعتبر هذه رول اثنين قصدي، أو رول أربعة. الأربعمية هذه واحد حسب رول ثلاثة، الأصفار على يمين الرقم وبدون فواصل تحذف، 850 اثنين للثمانية والخمسة، الزيرو هذا على يمين الرقم يحذف، الأربعمية هذه كم؟ ثلاثة. ليش ثلاثة؟ لأنه وجود الفاصل خلاك تعتبر الخمسة وعشرين هذه، الخمسة وعشرين هي رقمين والصفرين اللي بعد الفاصل تو ديجيتس يعني رقمين جداد، وبصير عندي أربعة لأنه الأصفار يمين الفاصلة كلها إيش نأخذها في الاعتبار. طيب عند الضرب الأرقام بعمل الضرب وبأخذ الناتج وبحطه في أقل عدد معين من السيجنيفيكانت فيجرز،
يعني أنا لو أجاني الرقم هذا 125.3 وأنا قاعد بضرب فيه في 8.5021 شوفوا شباب هاي four significant figures هاي five significant figure الناتج أروح أطلعه من الآلة الحاسبة هاي ها هاي حطيت 125.3 وضربتها ب 8.5021 الناتج هيو 1.06531 الناتج كم لازم يكون؟ ها شباب؟ 4 أبو واحد يعطيني 4 الواحد بتنزل والصفر بتنزل والستة بتنزل والخمسة بتنزل الحين يا شباب بتطلع قبل الخمسة شو الرقم اللي قبل الخمسة؟ 3 صراحة 3 ما بتعمل راوندين علشان كذا إيش؟ علشان كذا أنا هضطر أحط بدل 3-0 وبدل 1-0 وبدل 3-0 وبدل 1-0 ما هحط فاصلة صفر لأن إذا حطيت فاصلة صفر بيصير الأصفار كلها هذه معتمدة خمسة الصفر والفاصل لاحظوا بدل 1-0 وبدل 3 بدل 1-0 وبدل 3-0 وبدل 1-0 وبدل 3-0 صار عندي 4 أصفار الآن يا شباب كم ديجيت هذا الرقم كم significant figure هين يا شباب هين لازم أحط عدد significant figure فيه قد الأقل الأقل اللي هو كم 4 طيب هو هنا معطينا example وقايل اضرب 19.3 اضربه في 26.12 3 significant figure 4 significant figure طيب الناتج هروح اخذه من الآلة الحاسبة 19.3 ضرب 26.12 الناتج 504.116 لازم احط الناتج 3 significant figure هاي 504 آخر رقم عندي 4 وبعدين بدي أطلع على اللي قبله 1 ما بيعمل راوندينج يعني الناتج كم يا شباب أخوان أنا بشرح 504 مستوعبين اللي إذا في حد مش مستوعب يقطعني أخوان 504 ونحذف الأرقام اللي بعد الفاصل وين وديتهم حذفناها لأن أقل من الواحد لا تحكي أنا بتكلم والله ما بسمع خليني أوقف وانت تحكي انت قلت وين راحوا سؤالك يا صديقي أنا ما سألت أنا جاوب أنت سألتنا أنت جاوبت أدرى أنه والله أنا فكرك بتسأل وفكرتك بتسأل وأنا بتكلم ولما بتسأل وأنا بتكلم بحس حالي ما سمعتش فبقول أنا يعني ماله الرجال هذا بيسأل وبيضيعني معاه شايف علي طيب ما شاء الله يعطيك العافية صديقي فعلا هم 504 وفقط والسبب انه لازم يحط 3 significant figure والثلاثة significant figure لازم حسب الأقل أنا عندي 4 وعندي 3 لازم الناتج يكون 3 كويس طيب والرقم اللي قبل الأربعة اللي هو 116 ما بهمنيش الأرقام اللي بهمني الواحد آخر رقم قبل الأربعة هو الواحد وهذا الواحد ما بيعمل راوندين وبالتالي إيش ما فيش غير 504 نروح نشوف طيب لا بقول لك الأنسر لو كانت في 3 significant figure فهي 504 ولو كانت 4 أرقام 504 وواحد بالعشرة لو 5 طيب الجواب هو 504 وتحط له الفاصلة أو 504 كويس بدون الفاصلة لأنه هذه ها اللي فوق واللي تحت كليهما إيش يعني تحط له 504 فاصلة تمشي وتحط له 504 كده
برضو تمشي. لكن صراحة 504.1 هذه 4 digits، وال 504.11 صراحة هذه 5 digits. طيب لما بنعمل جمع قال لك إنه عندي 5.1 وعندي 12 وعندي 7 عند جمع الأرقام. لما واحد بيجمع الأرقام اسأل نفسك الخمسة فاصلة واحد، هنا ما بنشوف عدد السيجنيفيكانت فيجر، احنا هون بنشوف ايش اسمه الديسمال بليسز. كم عدد الديسمال بليسز هون؟ كلمة الديسمال بليسز بتعني منزلة بعد الفاصلة. هون انا عندي فاصلة واحد، يعني هنا 1 ديسمال بليسز 12 0 ديسيمال بليسز 7.73 2 ديسيمال بليسز. ترى الديسيمال بليسز هنا الواحد، وهنا الديسيمال بليسز اللي هي ما فيش، عشان هيك كده قلنا 0. هنا الديسيمال بليسز اللي هي 73%. عرفتوا ليش هنا قلنا الديسيمال بليسز واحد وهنا الديسمال بليسز زيرو وهنا الديسمال بليسز اثنين؟ طيب بعد ما عديتهم لازم الناتج اللي في الأخير أكتبه يكون إيش؟ لازم يكون زيرو ديسمال بليسز. يعني أنا هناك في المكتب في الضرب وفي القسمة كنت أخذ أقل عدد significant figures، هنا هأخذ أقل عدد من الديسمال بليسز. فأنا جبت 5.1 وعملت ضرب ل 12 وعملت ضرب 7.73. الناتج يا شباب 400. طيب عذرا انا ضربت، المفروض اني اجمع. كم الناتج؟ 24.83. انا الناتج تاعي لازم يكون كم ديسيمال بليسز؟ يعني باخذ الاثنين، شوفوا يا شباب بسجل الاثنين والأربعة، المفروض أوقف والفاصلة، المفروض أوقف عند الفاصلة. بس انتبهوا إنه الرقم اللي قبل الأربعة شو كان؟ 8، والثمانية هذه بتعمل راوندين. علشان كذا شو لازم يصير الجواب؟ مش 24، شو لازم يصير؟ كم؟ 25. نعم. طيب دائما يا شباب الرقم، شوفوا، يعني دائما احنا نقول انه الرقم، الارقام، الرقم الخمسة هو الرقم في الوسط. الارقام اللي هي 6 7 8 9 هاي تعمل راوند، والارقام اللي اقل اللي هي 4 3 2 1 هذه ما تعمل راوند. لو أجا 5، صراحة لو أجت 5 إحنا ميالين إنك تشوف الرقم اللي بعدها. يعني لما يجيني 1.54 شوف الرقم اللي وراها، إيش الرقم اللي وراها؟ 4. إذن هذه شو بتصير؟ شوفوا، طلع شوفنا شو الرقم اللي وراء 4 9، شو بتصير؟ يعني لاحظوا الأربعة رقم بنسحب عليه، التسعة بيعمل راوندينج على الخمسة.
طيب هاي 3 55. والله إذا أجي 5 وراها 5 فصراحة الخمسة يعني ميالين إحنا إن إيش نعملها راوند. هذه بتصير طيب لما يعطيني 3.75 ما يشوف هذه السبعة وراها إيش صفر. والله يشوف يا شباب أنا عندي هنا رقم 5 فأحطها هذه ثلاثة فاصلة ثلاثة. طيب في سؤال يا أخوان. طيب هنا 4.650 ليش لما نظر للخمسة هون هون هايها ليش خلاها 4.6؟ لأن العدد زوجي يا سبطة. كان عدد زوجي ما نحط اسمه. أيوة شوف الخمسة سبقها 7 فرفعها، أما الخمسة سبقها 6 فخلاها زي ما هي فطلعت حطها 4.6. لأن أنت شوف العدد اللي قبل الخمسة والله إذا كان عدد زوجي إذا يعني كان يعني هون عدد فردي فرفع، هنا كان عدد زوجي فما رفع، لأنه هذه يعني من القواعد اللي هم وضعوها والناس مشت عليها فيما بعد بغض النظر أنت مقتنع ولا مش مقتنع. قال لك إنه إذن يا شباب ها شوفوا 3.750 قال لك 3.8 أربعة أعيدها عشان ما حدا يقول هاي 6.50 هذه 4.6 هنا الخمس السبعة الخمسة عملت راوندين هنا الخمسة ما عملت راوندين. طب ليش؟ قال لك الخمسة هنا عملت راوندين عشان تعمل السبعة 8 عشان السبعة أود لأنه السبعة مالها أود نمبر عدد فردي بينما الستة هنا مالها even even معناها عدد زوجي. فأنت دائما لما يكون عندنا خمسة شوف العدد اللي قبلها إذا العدد اللي قبلها فردي اعمله زوجي. طب وإذا كان زوجي خلص خليه زوجي لا ترفع. واحد يا شباب ولا عيدها شبابنا. طيب مثلا يا سبرا إذا كان 6.56 خمسة اللي هو بدال الصفر 6 6 تعمل راوند على الخمسة والخمسة يعني بتصير 6.6 خلاص هنا 4.66 هذه 4.7 يعني احنا نتكلم عن الخمسة وراها صفر. والله اشوف الرقم اللي قبلها هنا اذا كان اود اعملوا ايفن يعني ارفعوا واذا كان ايفن يعني زوجي خلى ايفن. وعلى الفكرة يا شباب طيب إخواني بقول بده السم بده سم 7.9 و19 و5.654 طيب خلينا أعطيك طبعا انتبهوا أنه هذه هنا واحد ديسمال بلاسز هذه زيرو ديسمال بلاسز هذه 3 ديسمال بلاسز اللي هيكون عندنا اللي هو الزيرو ديسمال بلاسز. الحين انا طلعت الناتج بالكالكوليتر قلت جيت كده 7.9 زائد 19 زائد 5.654 الجواب 32
أي اثنين مثلاً. آه شباب. لكن أنا صراحة عندي العدد خمسة وخمسة، والخمسة هذه فردي صح؟ فالخمسة هذه حترفع الخمسة هاي فتعملها ستة بالعشرة، وطلعوا والستة بالعشرة حترفع الاثنين وتعملها كم؟ تعملها 33. إذا هون طب ليش عملتها 33 وما حطيتش شيء بعد الفاصلة؟ لأنه زيرو ديسمال بليسز. معايا يا شباب؟ هون قاعد هو بيوريك الراوندينج كيف بده يسويه. خلينا نشوف الأسئلة هذه، تحاولوا تحلوا بيديكم يا شباب. حاولوا تحلوا بيديكم. ودي أستطيع منك تشرح يعني عشان الوقت، إنه ما شاء الله لنا ساعتين تقريبا. ماشي، بس احنا يعني عايزين ننجز يعني عشان كلاسنا بتاع يوم الأربعاء إن شاء الله نشطب شوي اللي بدأت في شابتر 2 وندخل على شابتر 3. يقول الفوليوم 231 إنش كيوب. وفل 14 جالون تانك. How many liter؟ قال بقول انه عندنا الفوليوم بقول انه ايوه عذرا يا شباب، بقول انه ال 231 انش كيوب هذه بتساوي 1 امريكان جالون. بقول طيب لما يكون عندي 14 جالون كم بتساوي باللتر؟ طبعا هو اعطاني الانش علاقته بالجالون، واعطاني اللتر. شوفوا يا شباب يعني هو اعطاني معلومات كثيره. هو قال لي انه الجالون بيساوي 231 انش تكعيب، أعطاني إنه الواحد لتر 1000 سنتيمتر مكعب، أعطاني إنه الواحد إنش 254% سنتيمتر، قال لي في الأخير ال 14 جالون كم لتر؟ هذا السؤال يا شباب. السؤال بسيط، هاي 14 جالون ما فيش ولا علاقة بين الجالون وأي إشي إلا الجالون والإنش مكعب. أنا هروح أضرب الجالون 14 جالون في مين؟ عايز الواحد جالون تحت، 231 إنش مكعب فوق. بعدين بدي أروح أضرب الحين بعد ما أنا إذا وقفت هنا بصير حولت أنا كده من جالون لإنش مكعب. أنا شو بدي أعمل؟ هروح أضرب في مين؟ هروح أضرب، أنتوا تعرفوا إنه الواحد إنش 254% سنتي، فأنا هحط الإنش تحت هاي واحد إنش، وهحط فوق اثنين. أنا مسحهم. كل واحد بس ديروا بالكم يعني أنا لما هنا كانت حتروح الجالون مع الجالون، هنا هذه إنش تكعيب ما حتروح مع الإنش هذه، علشان كذا أنا شو حسوي؟ أنا حخلي هذه قوة 3. الحين بتروح الإنش تكعيب هذه مع الإنش تكعيب هذه. طبعا انا لو وقفت هنا اكون كده حولت من جالون. انا قبل شوي لو وقفت بعد الفاكتور الاول كان حولت كده لانش مكعب. الحين انا لو وقفت اصير زي اللي حول من جالون لسنتيمتر مكعب.
الحين بأضرب إيش؟ واحد لتر على ألف سنتيمتر مكعب. بهذا الشكل حتروح السنتيمتر مع السنتيمتر. شو بقى عندي؟ صراحة يا إخوان ما بقى عندي غير وحدة مين؟ اللتر. يعني يا شباب الناتج 14 ضرب 231 ضرب 2 54% قوة 3 قسمة 1000 وهيك كده الوحدة إيش لتر. خلينا أحسبها، خلينا أشيكها يا شباب. هاي 14 ضرب 231 ضرب 2 54 قوة 3 قسمة 1000 أي 52.996 يعني في يا أستاذ رامي أستاذ رامي ما نسمعك يا أستاذ رامي الو السلام عليكم شباب شو اللي صار قبل شوي قطع عندك يا خطر والله ماني عارف اليوم النت تعبان طيب انتوا مشيتوا معي في حل السؤال يا شباب اللي مشينا معك يا خطر لكن بدي تفصل لنا يعني فصلت والله صح طيب ماشي يعني شرح سريع سريع ماشي فإحنا عندنا المعلومات هذه وهذه هو أوردها كلها في السؤال قال إنه الجالون 231 إنش قال إنه اللتر 1000 سنتيمتر مكعب قال إنه الإنش الواحد 254% سنتي وأنا كل اللي عملته إني أخذت هاي الأرقام زي ما هو قالها هو قال الحين 14 جالون كم بتساوي لتر طيب أنا اللي عملته إني إيش حطيت 14 جالون ورحت ضربت الجالون الواحد 231 إنش بعدين ضربت الواحد إنش 254% سنتي وهذا أنا مضطر أحطها قوة 3 علشان إيش؟ علشان تروح الإنش تكعيب مع الإنش تكعيب بعدين حأضرب في مين؟ في الألف سنتيمتر تكعيب والواحد لتر وحاترك الجالون تروح مع الجالون والإنش تكعيب تروح مع الإنش تكعيب والسنتيمتر مكعب السنتيمتر مكعب تروح مع السنتيمتر مكعب فصراحة بقت المسألة كالتالي 14 231 254 قوة 3 على الألف وهذه بتساوي 52.996 يعني ممكن نعتبرها 52 لتر 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 السؤال اللي بعده بقول انه تخيل انه عندنا السرعة حدها 70 ميل بر اور السرعة حدها حد السرعة 70 ميل بر اور طيب بقول لك اذا كان عندنا أحسن أكبر عدد من الميلات ممكن يسوقه بني آدم بتعرفوا هو طبعا كان يسوق طول الليل والنهار بدون ما يوقف طبعا هو قاعد بعطي سؤال كيف يعني سؤال عبثي سؤال لا يمكن يصير في الحياة ممكن واحد يسوق ليل نهار بدون ما يتوقف لمدة سنة كاملة طبعا إحنا خلال الليل والنهار اليوم الواحد الساعة
سنة 365 واليوم 24 ساعة. علشان كده طلعوا شباب الزمن شو بيساوي؟ الزمن واحدية. حضرب 365 يوم على الوان يير، حأضرب واحد يوم 24 ساعة. بهذا الشكل أنا حولت التايم من الير لمين؟ لاحظة تروح الير مع الير ويروح الدي مع الدي. صفي عندي التي شو بتساوي؟ واحد في 365 في 24 على واحد في واحد، طبعا انتبهوا هذا بالأور. طيب التي شو تساوي؟ 365 ضرب 24 هذه تساوي 8700. أنا عندي السرعة بتساوي 8760 ساعة، والسرعة 70 ميل في الساعة. هو بيقول لي what is maximum number of miles، يعني هو بيقول لي كم عدد الميلات اللي حيسوقها البني آدم، يعني هو سألني عن المسافة. السرعة بتساوي إذا بتتذكروا الإزاحة أو المسافة على الزمن. طيب عملنا مقص، يعني المسافة بتساوي المسافة ضرب واحد بتساوي السرعة ضرب الزمن. الدلتا اكس بتساوي الفي تساوي السرعة. كم السرعة؟ 70 ميل على أور ضرب الزمن. كم الزمن؟ 8760 أور. صراحة طلعت المسافة كم بتساوي؟ أو ممكن نوضحها يا شباب بدل ما هي ماخذة منطقة صغيرة كده. دلتا اكس بتساوي الفي في الدلتا تي. الدلتا اكس بتساوي 90 ميل على اور ضرب 8760 اور. بتروح الاور مع الاور طلعت الدلتا اكس شو بتساوي؟ اضربها ضرب 90 تطلع 7888 أربعة صفر صفر ميل. يعني هذه السيارة ممكن تقطع كم؟ هذه السيارة ممكن تقطع خلال العام قيادة بدون متواصلة بدون توقف 7,788,400 ميل. هذا بالنسبة لهذا السؤال. أنا شباب حسبت على أساس الزمن 90، الزمن 70، السرعة عذرا 70. شباب منو أي منو يجب 90 أنا خربطت يا صديقي خربطت، يعني أنا فكرتها 90 هي 70 لا تغضب. أي 70 ضرب 8760 هاي طلعت أي عذرا أي نصلح الرقم يا صديقي. الخطأ مردود والعتب مرفوع 613,000 613,200 ميل. صح السيارة هذه خلال العام بدون توقف هتقطع 613,200 ميل. طيب قال عندنا الفوليوم، عندنا قطعة خشب الفوليوم حقها كم؟
35 سنتيمتر مكعب، وقول الماس 9.5% جرام. هو عايز الدنسيتي، الدنسيتي بتساوي الماس على الفوليوم. شوف يا صديقي انت، عشان احنا نكون واضحين، اول حاجة انا هعلمكم معلومة، لما تحط الفلوسيتي في الفي، لما عايز تحط الفوليوم تقوم تحط له هذه الرجلين، وجود الرجلين هذه يفهم هذا انه انت مميز انه هذه فلوسيتي وهذا فوليوم. طيب شوف يا شباب، بالنسبة للدنسيتي هي الماس على الفوليوم، اذا انت عايز الماس 9.5% جرام على 35 سنتيمتر مكعب، فالدنسيتي بيساوي، وهي الوحدة جرام على سنتيمتر مكعب، وأقسم أحط 9.05% على مين؟ 35. صراحة هذه طلعت كم؟ 0.2586. طيب سؤال بيطرح نفسه يا شباب، طيب لو عايزينها بالوحدة الثانية اللي هي كيلو جرام على متر مكعب، صراحة في هاي الحالة مش انت طلعتها كذا الآن، هي طلعت الدنسيتي بتساوي 0.2586 جرام على سنتيمتر مكعب. الحين انت هتروح تضربها، شوف هاي 1000 جرام وهي 1 كيلو جرام. انت بتعرفوا حطينا الجرام في المقام عشان تروح الجرام مع الجرام. الحين بعديها هنضربها في مين؟ بتعرفوا انه ال 100 سنتي 1 متر، ال 100 خلينا نصحح بس. انت بتعرفوا انه ال 1 متر ولا في شغله انه هنا السنتيمتر مكعب، فهنا انا شو هعمل؟ هاجي على هاي واخليها قوه 3. الحين راحت الجرام مع الجرام، وحتى السنتيمتر المكعب راح مع السنتيمتر المكعب. شو صارت الدنسيتي؟ 0.2586. خلص الحين صارت الوحده كيلو جرام على متر مكعب. هأضرب في مين؟ في 100 قوة 3، وأقسم على مين؟ ايش يطفش؟ طيب يا شباب الفكره اني حقسم على مين؟ فالدنسيتي حتصير في هاي الحاله قلنا اللي هي 0.2586، اضربها في 100 قوه 3 واقسم على 1000. وأحط الوحدة اللي هو كيلو جرام على متر مكعب. صراحة طلعت الدنسيتي 258.6 كيلو جرام على متر مكعب. أعطاني قال عندي بليت من الألمنيوم، بليت يعني صفيحة من الألمنيوم، من عنصر الألمنيوم. قال إنه الماس حقتها بليتها ثلاث. ثواني بس يا أستاذ، السؤال اللي قلت ماله صحيح. ايوه السؤال اللي قبله، كيف نحول من سنتيمتر مكعب الى متر؟
ما حولت انا من سنتيمتر مكعب لمتر مكعب عشان ما ادخل في الترهات هذه، حولت من سنتيمتر لمتر وبعدين خليتها قوه 3. تذكر ولا نسيت ان انا عملته؟ هو يبينا نحولها الى متر، هو معطينا سنتيمتر مكعب. هو ما اعطانيش حاجه، هو اعطاني كذا قال لي انه الماس. صديقي اذا عندك سؤال اساله وانا قبل ما امسح لها. يعني لا تخليني مشيت وبعدين الفوليوم هيو خمسة عندي حصة على التسعة جربت أصلا موعد الحصة هذه الفوليوم 35 سطر سنتيمتر. طيب ما مدى والماس بغض النظر أسرع شوي عندك سؤال أسرع. الماس 9.5% جرام، فهو سألني عن الدنسيتي ما قال ليش شو الوحدة. أنا حليته على أساس إنه إيش، على أساس إنه ممكن يكون يطلب بالجرام بالجرام على سنتيمتر مكعب، شايف؟ يعني أنا خليت الموضوع إيش؟ يعني رحت حسبت الدنسيتي، قلت إنه الدنسيتي هي الماس على الفوليوم، وقلت إنه 9.5% على 35، ما تنساش هذه جرام وهذا سنتيمتر مكعب، فالدنسيتي طلعت 0.2586 أي جرام على سنتيمتر مكعب. والله إذا هو عايز هاي الوحدة خلص السؤال خلص، إذا عايز الدنسيتي بهاي الوحدة خلص، وإذا عايز الدنسيتي بوحدة الكيلوغرام على متر مكعب ماذا نحن صانعون يا صديقي؟ قال لك إنه الدنسيتي اللي هي 0.2586 وحدتها كيلوغرام، وحدتها جرام على سنتيمتر مكعب، هروح اضربها في، انت تعرفوا انه الكيلوغرام 1000 جرام. انا لو وقفت يعني كذا انا اخلص من الجرام واحول لكيلوغرام بير سنتيمتر مكعب. طيب انا الحين عايز اضرب في مين؟ عايز اخلص من السنتي. انا اعرف انه كل 100 سنتي 1 متر، اي 1 متر. طيب انا المشكله عندي السنتي هنا وحدته ايش؟ وحدته قوه 3، فخلي هذه تصير قوه 3. شو صارت الدنسيتي؟ الحين راحت السنتيمتر مكعب مع السنتيمتر مكعب، صارت الدنسيتي 0.2586 ضرب 1 ضرب 100 قوة 3 على 1000 ضرب 1 قوة 3، وكذا صرنا كيلو جرام على متر مكعب. طيب انت بتقول لي هو في اي وحدة طالب؟ اقرا السؤال، مش طالب يعني مش محدد وحدة، ففيك توقف عند الكيلو جرام على متر مكعب، وفيك توقف عند الجرام على سنتيمتر مكعب. الدنسيتي ما دام ما اشترط تقدر تعمل اللي انت عايزه، بس هو في الاختبار ما حيدرك الامور كذا، هو حيقول لك شو عايز، جرام على سنتيمتر مكعب ولا كيلو جرام على متر مكعب. لاحظ انا عشان ما اخربط ما حطيت متر مكعب وسنتيمتر مكعب، حطيت متر وسنتي وبعدين هي نفسها كعبتها. وضحت يا صاحبي؟ يا شباب معانا ولا ضعتوا؟ اخوان عشان بس يعني قصدي نمسحها، لانه المشكله ان انا بقدرش ارجع في التمشي. طيب الشاشه اللي بتمشي او السكرين اللي بتمشي، بقول انه الماس 324 كيلو، بقول اصلا البليت مصنوعه من الالومنيوم، والالومنيوم معطيني طوله 2 وعرضه 3، يعني الاريا 2 في 3 6 متر مربع. دينسيتي الألمنيوم 2.7 ضرب 10 قوة 3 يعني 2700 كيلو جرام على متر مكعب. احنا نعرف انه الدينسيتي الماس على الفوليوم، يعني الفوليوم هو سألني عن الثيكنس،
الثيكنس اللي هو يعني ال H. الفوليوم بيساوي الماس على الدنسيتي. الفوليوم كم طلع؟ الماس تعرفوا ان انا ممكن اجيب الماس وال يعني ممكن اجيب الفوليوم مكان الدنسيتي والدنسيتي مكان الفوليوم بالمقص. ماس اللي هو 300 أي 324 قسمة 2700 كم في الجواب؟ فاصلة 12. أي فوليوم في الدنيا شو بيساوي؟ الأريا في الثيكنس. يعني الـ H شو يساوي؟ الـ V على الأريا. هذا عنده استفسار قبل ما امسح الشاشة؟ شباب اخوان قبل امسح الشاشه في حدا عنده استفسار؟ لا كمل كمل. طيب اذا يا شباب ال H بتساوي ال V على A. ال V 12% وال A 6 قسمهم على الآلة الحاسبة وطلع 2% متر يعني 2 سنتي. قال لك عندنا جروسير بالانس شو ذا ماس عندنا ميزان هذا نوع من انواع الموازين قال لك اعطاني الماس لجسم 2.5 كيلو وعندي 2 gold pieces عندي قطعتين من البيسز اوزانهم يعني كتلهم 21.17 21.15 حبيب الجرام. قول R added to the box. في هنا يا شباب هنا في صفرين. قول انه اضفناهم للبوكس عايز الماس التوتال اللي هو ام زائد ام 1 زائد ام 2 طيب عايز الديفرنس ان ماسز اوف ذا جولد بيسز عايز ام 1 ناقص ام 2 وهذا فرع A وهذا فرع B انتبهوا يا شباب بعد ما توجدوهم عايزهم بالسيجنيفيكانت فيجرز يعني عايزك مره تجمع ومره تطرح بس الارقام كبيره وبعدين في شغله عايز انبه لها ما تنسوش انه هاي انه هذه شباب هاي كيلو هذه جرام وهذه جرام على كل يا شباب حتى ان انا ما اطولش عليكم انا هذه هحطها ضرب 10 اس سالب 3 هاي ضرب 10 أس سالب 3 كويس هاي يعني انت هنا عندك 4 significant هنا 4 significant هنا 4 significant يعني كلهم 4 يعني حجمعهم فيطلع المجموع 4 significant اطرحهم فيطرح المطروح كم 4 significant كم حيطلع الرقم لما تطرحهم حيطلع كذا الرقم صفر صفر اثنين فهذا اثنين significant صراحة أنا مضطر إني أحط 8 صفرين ها شباب كمان 3 أصفار لأنه الزيرو هاي تدخل هاي تدخل هاي تدخل هاي تدخل وهذولا ما بيدخلوا صراحة يا شباب الأصفار اللي على يمين الرقم كل اللي على يسار الرقم هذه كلها ما بتدخل ما دام في فاصلة الأصفار هذه هي اللي تتاخذ فهذا جواب الطرح طب هنا جواب الجمع انتبهوا انه هذه اما بعمل هاي ضرب 10 قوة 3 او بعمل هاي ضرب 10 أس سالب 3 الشاهد في الأمر انه لازم كلهم يكونوا بالجرام او كلهم يكونوا بالايش
بالكيلوغرام. على كل الطرح كانت بسيطة. الجمع يا شباب، الجمع إذا الله أحيانا وأحياكم، هو السؤال كذا خلص، أنت حاول تجمعهم، بس إحنا زي ما قلنا إما بتحول اللي فوق لجرام عشان يصير زيه زي الاثنين اللي تحت، أو بتحول الاثنين اللي تحت لكيلوغرام عشان طبعا عندك تحول الاثنين اللي تحت، هتحط هذا زي ما أنا حطيت، شوفوا هتحط هذا اللي هو ضرب 10 سالب 3 ضرب 10 سالب 3، أو هتحول اللي فوق لجرام فتضربه في 1000، بعدين بعد ما يصيروا كلهم جرام أو كلهم كيلوغرام تبدأ تجمعهم. انتبه إنه هذا 4 ديجيت 4 ديسيمال، وهذا هذا 2 ديسيمال وهذا 2 ديسيمال، فلازم الناتج الأخير تاع الام توتال شو يطلع، كم ديسيمال حسب الأقل، لازم يكون 2 ديسيمال بليتس. شباب عذرا يا شباب، اعتذر منكم، هذا انا غلطت فيه، هذا كذا حيوقف، هذا انا تسرعت فيه، لان انا هنا بطرح رقمين، هنا 2 ديسيمال وهنا 2 ديسيمال، فلازم الناتج يكون 2 ديسيمال. يا شباب شباب السؤال هذا، هيو شوفوا ام 1 ام الام قطعه ام 2500 جرام 2.5 جرام 2.5 كيلو جرام عذرا، فانا حولته هذا هيك كم؟ 3 ديسيمال بليس. طيب الام الثانية هيها 21.17 جرام، هذا 2 ديسيمال بليس. الام 2 21.15 جرام، الحين احنا عايزين الام التوتال، هناخذ الارقام 2.5 ضرب 1000 واجمع لها ال 21.15 واجمع لها ال 21.17، صراحة كل الناتج 2542 طبعا الرقم هذا هيك بالإيش، هذا هيك بالجرام، طبعا كم ديسيمال بليسز، هم 2 ديسيمال بليسز، لأن هيك هذا الجواب الفرع الأول. الفرع الثاني اللي هو ام 1 ناقص ام 2 21.17 ناقص 21.15 حيطلع 0.2 واللي هو يعتبر 2 ديسيمال بليسز برضه، هذا وحدته ايش؟ الجرام. هذه الشباب انا جاوبتهم، كنت انا عايز اترككم لكم تفكروا فيهم، انا كذا جاوبتهم وافتكينا. في الجمع والطرح لازم، في الجمع والطرح لازم ايش؟ ننتبه لمين؟ ناخذ العدد الديسيمال بليسز الاقل، يعني الجمع والطرح لازم اخذ اقل عدد ديسيمال بليسز. حد عنده استفسار يا شباب؟ الشابتر الاول خلص، المره الجايه ان شاء الله بشطب الجزئيه اللي ظلت في شابتر 2 وامشي لشابتر 3. الله يعطيكم العافيه شباب، موعدنا ان شاء الله الساعه 6:30 يوم يا سيد رامي. نعم تفضل.